نواصل ونعتمد على ما جاء في هذا الفيديو وهذا الفيديو وهذا الفيديو، تابع لهم. التمرين 37، عين العدد الناقص في كل من المستويات الآتية: ألف باء جيم دال هاء واو. ألف باء جيم دال هاء واو. الفكرة مثل الخوارزمي، نستبدل المربع بإكس. صفحة 54، نبحث عن مثال مرجعي، بمعنى مثال سهل يشبه الوضعية التي عندنا، ونستعمل الحاسبة. نبدأ بألف. ألف هو هذا. نقل السؤال هو هذا. نستبدل المربع بإكس ونحصل على هذا. نبحث عن مثال سهل مثل هذا. لاحظ اللون الأحمر ماذا يساوي؟ يساوي هذا زائد هذا. إذن الإكس ماذا يساوي؟ يساوي هذا زائد هذا. المثال الآخر با هو هذا. مرحلة نقل السؤال: استبدال المربع بإكس، البحث عن مثال يشبه. أين أضع اللون؟ من هو العدد الذي مجهول؟ هو هذا العدد الأول، الثاني، الثالث. العدد الثاني هو المجهول. كم تساوي الخمسة؟ تساوي هذا تقسيم هذا. إذن هذا المربع ماذا يساوي؟ هذا تقسيم هذا، هذا تقسيم هذا، فأجد هذا العدد. المثال الآخر: هذا في هذا يساوي هذا. هذا ماذا يساوي؟ هذا تقسيم هذا. هذا ماذا يساوي؟ 6 تقسيم 3. إذن أستبدل المربع بإكس، والمجهول ماذا يساوي؟ هذا تقسيم هذا. نفس الشيء يشبه بالأمثلة السابقة: هذا في هذا يساوي هذا. نقل السؤال: استبدال المربع بإكس، التخلص من علامة الضرب، البحث عن مثال سهل يشبهه. الاثنين ماذا تساوي؟ تساوي هذا تقسيم هذا. إذن يساوي هذا تقسيم هذا. بالآلة الحاسبة أو ذهنيا تجد هذا العدد. المثال ها أنقله، مرحلة نقل السؤال: نخوارزمها، معناتها نجعل المربع إكس حسب الخوارزمي. أبحث عن مثال سهل يشبه. لاحظ هنا الفكرة: 10 على 2 تساوي 5. لاحظ الاثنان والخمسة تبادل أماكن، الاثنان مكان الخمسة والخمسة مكان الاثنان. إذن المجهول ماذا يساوي؟ يساوي 10 تقسيم 5. إذن الإكس والإحدى عشر تبادل أماكن، الإحدى عشر يصبح هنا والإكس يصبح مكان الإحدى عشر، وبالآلة أجد 11. إذن المثال الآخر هو واو. لاحظ هنا المربع يصبح إكس. الإكس والصفر والواحد تبادل أماكن، الإكس يذهب مكان 0.1 و0.1 يذهب مكان الإكس. هذا نسميه استبدال الوسطين. لاحظ هنا 6 تقسيم 3 تساوي 2. لو الثلاثة والاثنان يغيران الأماكن، تبادل أماكن، يصبح الثلاثة هنا. لو كان في مكان الثلاثة مجهول، بهذه الطريقة أجد المجهول. عندما يتبادل الصفر والواحد والإكس المكان،
بهذا الشكل. هنا أنزع الفاصلة بالضرب البسط المقام في 10 لأجد 4.7. انتهى التمرين.